لكن قبل ما اروح لماتش النهارده هتكلم مع حضراتكم في حاجتين او ثلاث حاجات نقف بس هنا شويه هو اول حاجه عايز اقولها وانا ما بحبش اتكلم على فضايح حد بالعكس النادي الاهلي طول عمره في حاله طول عمره بيستر ما بيفضحش مسؤولين النادي الاهلي منظومة بتاعه النادي الاهلي كلها ما بتفضحش انما تستر حتى تستر الغير. مش تستر اللي عندها بس تستر الغير، فأنا مش هتكلم عن أي حاجة حصلت. إنما عايز أقول بس حاجة لل... للفاشلين اللي ما بيعرفوش يديروا الأزمات، ده النادي الأهلي لسه مديك درس قريب في فن إدارة الأزمات. لكن تعلم في مين؟ زي ما بيقولوا. تعلم برضه يصبح ناسي. دي أول حاجة. تاني حاجة لفتة جميلة جدا 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 بتبين علاقة النادي الأهلي مع جميع الأندية قرار اللي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التنازل لنادي الاتحاد السكندري عن كاس السوبر بتاع الباسكت بول بتاع كرة السلة كانت لفتة هايلة عشان تعرفوا بس ان مهما كانت يعني بنشوفها من في حته تانية صريخ وعويل والمكسب والنقط وعايزين نكسب دوري وعايزين نكسب كاس نادي الاهلي تنازل طواعية من غير اجبار عن البطوله لنادي الاتحاد وقال ايه هو الاحق تلاقيها من حد دي ابدا بس عشان تعرف علاقات النادي الاهلي بجميع الانديه وعشان تعرف منهج النادي الاهلي ومبادئ وقيم النادي الاهلي. الناس اللي هي بتبحث عن البطوله وبتثير بتثير شائعات وتثير مش عايز اقول بقى ان هي كمان انا مش عايز اتكلم على حاجات بتثير الجماهير، لا بتحصل 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 درس درس من النادي الاهلي مش عايز اقول لجميع الانديه بس للجماعه اللي بيدعوا اللي بيدعوا المثاليه في حاجات كتير عشان تعرف النادي الاهلي ما بيهموش مكسب وخساره قد ما بيهمه مبادئ وقيم هو ده النادي الاهلي وهو ده معلش ما مع ما جميعا ده هو ده الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني هو ده الفرق بين النادي الاهلي والمنافس